تبدأ حماس تستهلك في العملية هذه. هذه عملية كبيرة، عملية إدارة الدولة عملية كبيرة، بنية تحتية وبناء كله. الفلسطيني يبي تنكة الزيت ويبي الطحين ويبي الزيتون ويبي الخبز ويبي شعب يعني يعرف شلون يعيش، فهمت كيف؟ فأنت ما تضحك على حم، مو بدو مثل الجزيرة العربية، صحيح ما عنده ولاءات مثل البدو، لا أبدا. شعب الفلسطيني شعب تقريبا أوروبي يعني، لأن أعلى مستوى تعليم في الشعوب العربية الشعب الفلسطيني، الكوادر الفنية من أطباء ودكاترة وكذا وكذا، قبل 36 كانوا فلسطينيين،